دلوقتي هنتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان لا تحزن إن الله معنا. الهدف من الخطبة بث روح الطمأنينة والتفاؤل باستشعار معية الله تعالى ودعوة الإسلام للتفاؤل والأمل والتحذير من الحزن ومعية الله تعالى وأثرها في تحقيق السكينة والطمأنينة وهي من أسباب تحصيل المعية والقيام بحق المعية ولزوم الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. النهاردة هيقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية في 8 مساء حفل موسيقي لثنائي العود غسان اليوسف ودينا عبد الحميد بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع المباراة المؤجلة من الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري واللي هتجمع بين بيراميدز والأهلي في تمام الساعة 9 ليلاً.